وش وضعك انت؟ ما اعرف. انت خاطب وترقد سامانك؟ نعم. ها؟ بطل اللحام من فوق. لا. هلا حط له زيت زيتون، مو مشان شيء، مشان صحتك يا غالي. كان شيبنا ذاك البرق الثاني، ما في مجال حق الشد. صار لي ربع ساعة انتظر الخوي. ما ادري يقول شيء، بليته تبطل تمام الخزان، ما ادري ايش تبغى واصل. هذي بان سلامات مال هي شو اسمه، اعوذ بالله. ايوه والحين لازم تركب له براغ، وهذا هنا التسيده، هذا ينكسر. ايوه عشان يطبق. سوي له كذا في مطرقه هناك بطله. هذا في الشارع والله زي ما ضربت حد. الله يستعان. واذا ماسك مره يا ابو محمد، ما شايل معك نحط عيل ولا دبليو 40؟ جاي. ها سلامات، بس همناك. ايوه الله كفو عليك. الغايه تبرر الوسيله. ها عشت. بس لو بيتبطل عم. الله اكبر. ما صدق لا ما بنبطله، وبنعدل الحديد اللي تحت قواعد ان شاء الله يضبط. شيء مطرقه فارق، شيء ما مطرقه. ايوه شوفوا هذه القاعده مكسره، هذيك زينه اللي هناك، هذه مكسره. ترى نرجعها الحمد لله، ان شاء الله تركب. بس كيف تبطل كذا؟ ضارب انا اشوف. لك ما ضربت بشيء ذا؟ يوم لفت ضربة في التاير. ضربة في التاير وغادت تفتل. ايوه صح. لا وايد رجعتها. خليها مثل خدتها. هذه خدتها النوم ارتفع يمكن. لا خلينا نجربها. رجاء يلا شيل ركب. بسم الله قول يا رب. ركب تحت قبل قاعدة. ركبت اضبط ركب اللي بعد رفع. طيب كيف سوى كذا؟ ذاك نازل عيل. ها؟ ليش؟ كيف هاي القاعدة نازلة نازلة من هناك، شوفها. كم ذاك مكسور. كم هذا؟ عيل. عيل القاعدة وتحت لازم عليك سكسر. اوكي. ايوه معناته كسبت. يلا شوف.
يلا ضبطوا. معقول انكسبت دي؟ هذا 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 كمان بين كسبت هذا. لازم نخلي هنا شيء نعرض نرجع على هذا. ما مشكله هناك هناك الحين. اوكي هذا مطط كامل. ايه الحين هذا بيها كذي وهذا ما بيها سيده. زين هو راكب ما مشكله، لكن الحين مشكله هنا ولا هاي من تحت بترجع بس؟ هذا هذا اها بنجيب المسمار ونشده وحده ونشده عادي بيمسك ما يضره. بنحط له براغه حتى في النص بين هذه وهذه براغه. طبعا شو اللي صار؟ اللي صار هذيك من الكيف من تحت هذه لما رجعناها ما صارت اطول. شوف لك براغي كان هين ذاك. اشوف كان المسمار اللي توه هذا هو النت. ها اظن السياره حاطه نت. حياك الله يستر. شده من تحت وانتوا الخير ربعها ان شاء الله. طويل حتى لو تكسب ذاك اللي فوق ما مشكله ينكسر. خلص عليك خلاص سديت. حتى هاي ثاني دوريه تزمر هنا. والله زحمه كان ما يردونا من طريق مكه. زحمة الشارع ما شاء الله. متى المنع؟ المنع يبدأ الساعة 2 اتوقع الظهر. بس اسجل. لا لا بعد لين اسمع. لا لا بس زيك ذاك. عشان ما يتنسم. ما يتنسم وايد كسفته ترى. أحسن جده. ايوه. لا ما نروح نقطة الشارع. صحيح. والله الوقفة ثقيلة. اليوم ما ثقل بالتير. ايوه. الان شيبنا ذاك البرق الثاني ما في مجال حق الشد. يدور شد. استعين بالبرق الثاني. الله تفهم الى العدة 12 له. بالها تطويله ذيك الوصله ما راكبه ترى المفروض. راجل راجل طبعا بالها تطويله. زين خلنا نمسك انا ثاني. شكل مكان ضيق ايضا. رجلالك تطويله الحين ورا الخروج. مكان احقص. شد عليه لما يقول اح. ابو محمد سلامات اشوفك عفت فوق عاد. كنا شيبه كذا. كنا شيبك اشوفك تحت فوق. هذه ما شاء الله بوابات الدخول الى مكة ما شاء الله.
شاء الله. تشوف هالبوابة هالأخواس يا الربع، من يعرف هذا وش؟ هذا بداية حد الحرم، الحرم المكي. وفي دعاء يقال عند دخول الحرم، من حافظه يلا كتبوا في التعليقات. اللهم إن هذا الحرم حرمك، والبلد بلدك، والأمن أمنك، فأمن روعتنا يوم القيامة، وحرم أجسادنا على النار. قولوا آمين. اللهم آمين. يا ابو محمد، وش الجدول؟ وش تسوي؟ شاكرك. ها كفو، كان ينكب الراس. والله الراس ماشي، هذه طيخه. انا في رقده ما يحتاج بنتكلم. ما شاء الله. طبعا وقفنا الشرق. على كيف كيفك؟ كفو مره. سلام. هذا طبعا الحليب فريش زين، وبنجرب الاظرف مال الشاي الكرك الجاهز. وين التناشلات مثل ذا؟ نجرب نحط ظرفين عليه، وش رايكم بيضبط؟ طبعا نحن لازلنا في الحرم المكي، وقفنا نصلي هنا المغرب والعشاء. طبعا متعارف الصلاة هنا أفضل من الصلاة في موقع ثاني. يا أبو محمد. نعم. كم تتوقع تعدل الصلاة هنا في الموقع في الحرم؟ الحرم 100 صلاة. ها؟ 100 صلاة؟ وش رايكم يا ربع؟ لا لا، 1000 صلاة. 1000 صلاة؟ ايوه. بس أيوة. خيلته. وش رايكم يا ربع، كم تعدل الصلاة في الحرم المكي؟ يلا بنشوف اجاباتكم في التعليقات. يلا طبعا ما شرط تكون في ابو محمد، في ناس تفكر انه فقط لازم تكون في المسجد الحرام فقط الصلاة. لا، جميع الحرم من بدايته الى نهايه لحد الحرم، الصلاة في المواقع هذه لها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كم تعدل؟ يلا نشوف تعليقاتكم. قلت 1000 صلاة. عشت. تحط الظرف، حط له ظرفين. فتحه شوي لانه يتكبر، ده مشكلة. ودوشنا بعد امس مغسلينها. يلا بسم الله. يلا السلام على الروايح. روح يروح الزعفران شكلها اصلي ذا مع الشماج. اشوفك فتحه صغيره سويت له احسن عشان ما ينكب. لا عشت. يلا خلط يا خلط. بسم الله السلام. الريحة والله ريحة يا رب، ريحة زعفران فوق جاية فوق. علام كيبانكم كذا لازم مشكل. شروا ولاد دجاجة كلم بلونه. يا الله حنا ما في رقد. اقول لك رقد تم بطلها. يا الله يقول ثوري يا دله كان بالثورين 4 حطيبات ثار امشي. انا متريق بفيل ومتغذي بثور ومتعشي بايش وجمل يا ربي. يلا مشيها. هذا بعد يدور شوي شوي. شف شاي ابو محمد. كيف؟ خذ لك رشفة وعطنا رايك. بسم الله. با 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 با. ها؟ مرة. يعدل؟ يعدل المخ. عد المزاج والله. نعم. يا سلام، بصراحة شيء
هاي خلطة جديدة. أبا 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 هلا 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 الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. طبعا هذه ربع مخيمات هنا حجاج افريقيا اتوقع هنا. طبعا هنا كثير ما شاء الله من اصحاب تريلات وقفوا تريلاتهم هنا ونزلوا على الحرم. هذه المحطة هنا امنة ايضا. اصحاب تريلات طبعا ما يقدروا يوقفوا اي مكان. لازم يعني محطات معينة فقط. يكون فيها أمان نسبة أمان عالية. السلام عليكم. يا رانك صبح بالخير. يلا حي الربع. يلا صبحتوا. يا هلا أبو محمد. يا هلا. يا صباح الورد. يا صباح الورد. كيف أصبحت؟ الحمد لله. تقبل الله طاعتكم. مبروك العمرة. الله يبارك فيك. ونعيما. الله ينعم عليك. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. طبعا رحنا البارح واعتمرنا ورجعنا. الحين نضبط متى جايين الساعة كم؟ ثلاث يمكن ثنتين. ثلاث ال 20 دقيقة. قريب الثلاث. الحين نضبط شاي. نتيسر بإذن الله تعالى. طبعا البارح يوم جايين كان كله سيارات تريلات ما في باصات. والله ما أظني باقي إلا سياراتنا نحن بس. البقية كلهم راحوا. أخاف سجلوا لنا مخالفات يا أبو محمد، إيش رأيك؟ عسى ما يقولوا سجلوا ولا؟ عسى. أبي ودرين الساحات هناك وجايين، لكن أمس كان مليان صدق؟ أمس الساحة كلها مليانة، حتى هنا كان مليان. سبحان الله، والله إن شاء الله ما يكون مخالفون. داري تضبيط شاي الكرك طبعًا. على أساس نشاط ونتحرك بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنبر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. تائبون عابدون لربنا حامدون. صار وقت الانطلاق يا الربع. الوجهة إلى أكيد الرياض واحتمال أن نواصل على طول إلى البلد. نشوف إذا في حمال نتصل على المعارض. إذا حصلنا حمال كنا دخلنا الرياض، وإذا أن ما في حمال كنا مباشرة إلى البلد إن شاء الله إلى سلطنة عمان. طبعا ما اكيد اغلب الظن ان ما بندش الرياض اذا ما في حمال. بنجا عن طريق حوطة بني تميم. ليش؟ لان في منع اليوم، في منع من الساعة 2 الظهر يوم السبت. ما اريد اتدبس نفس المرة الماضية. توقعت ان ما في منع وجيتهم الساعة 4 كانوا خلاص مسكرين. ما بنكرر الخطأ هذا. خلاص درس. إذا وصلنا على العصرية احتمال يجي من حوطة بني تميم. طريق شوية مطبات وشوية أبعد، ولكن يعني أفضل بدل ما نجلس ننتظر 10 ساعات وبعدين تنشف زحمة الأول ما لها آخر. وكذا يكون أفضل، يعني كذا يكون ترتيب. إذا في حمل على الرياض من الرياض كنا لا بننتظر وعاد بندش على
المساء من يفتح ال شو اسمه من يفتح المنى. دعواتكم لنا بالتيسير. يا ميسر يا الله، الأجواء جميلة ما شاء الله، تقريبا 20 الحرارة في الطائف صباح، مع اني اتوقع انها اكثر يا اخي لان احس برد، درست ياكيت والله. يسر يا رب. لا إله إلا الله. هذا الطريق يروح إلى مكة وإلى جدة، وطريقة من هناك إلى الطائف، ومن الطائف إلى الرياض بإذن الله، طريق الرياض. بسم الله. يا ميسر يا الله. الساعة الحين 6:48 بتوقيت المملكة. المسافة إلى الرياض 781 كيلو. هذه طريق السيل، السيل الكبير. طبعا هنا ممنوع تجاوز الشاحنات، طبعا اغلب الطرق ممنوع، لكن هذا مشددين، مره مشددين، توصل للحجز، السجن، الحبس، غرامه كبيره، لان الطريق ملتوي، طريق طلوع. لكن المشكله ان بعض الشاحنات ما في، ما يمشي، يا دوبك يقلب الدولاب، يعني خمسه يمشي، حمولات عاليه، اوزان ومطاليع اجباري، يعني يمشي شوي شوي على مهله. الإشكالية في الأشخاص الفاضين، ما يقدر يعني يمشي وراء خمسة، صعب عليه، خاصة الفاضي، يعني فاضي مشكلة، ولا أيضا حمله خفيف نفس الإشكالية. لكن ممنوع، إن لقطوك الشرطة مباشرة، ما فيها مزح، وهذا أكيد لسلامة الناس المستخدمين الطريق هذا، السيارات الصغيرة. يعني يجيك 140 ولا 120 وانت تمشي لخمسة ولا 10 ولا 20، اكيد بتسبب كارثة. عسى الله يحفظ الجميع.
شاء الله. حمام طبعا رجعت مشكلة الهواء، شوف الظاهر انه ما تحصل الا الصباح، اتوقع انه من فلتر العطاس. شفت التشكيلات الصخرية هنا، شيء جميل شيء مميز ما شاء الله. اتوقع انه من عطاس. طيب ما تشتري وتبدله وتفك راسك؟ امس الجمعة طبعا ما في هذا اصلي، ما يلتقى الا في الوكالة يعني، فعشان كذا ما غيرته، تو صابح الصبح فما في احد فاتح، فتعالى بعد تقريبا 3 ساعات، 2:30، فما اقدر انتظر. ان شاء الله انه ما عليه بس باذن الله تعالى. من يا اما اذا دخلنا الرياض اما ان غيرته من الرياض، واذا ما رحنا الرياض احتمال ان اغيره من السلطنه باذن الله. اشتري اصلي حق الوكالة وغيره. ازعجتنا يا رجل، كل 30 ثانية صيح تقريبا. شوف التشكيلات الصخرية، هذه الطائف طبعا. بعد شوية بس نطلع من هنا، بوقف بفضل خزانات وبفصل الكهرباء برد اشغل، وان شاء الله ما بيروح باذن الله تعالى. طبعا عذروني الجامعة فيها شوية وساخ من الحشرات، عاجز ما فيها وقف انا اقول. اسمع منكم يا رب. والله شكلي هنا بوقف. وينك يا ابو محمد؟ بسم الله. فرغ الخزانات و يا الحبيب داخل علينا عارض. روح روح. يلا روح امشي. طيب طيب حاضرين دقيقة بس. بسم الله. طيب محمد يقول ما له هذا وقف ولا بينام. يا رب بسم الله. خلونا نفصل الكهرباء بالأول، بعدين نضبط الخزان. خزان ما في طبعا ضغط، شوفوا خفيف مرة. هذه خفيف. ها ابو محمد، ها هذا صوب هني مندس عنك. رجع العوق مرة، بس ان شاء الله اموره هينه. الحمد لله والله طيبة. رجع البلا مرة، رجع على الصباح يا اخي. شوف كل مرة الصباح يطلع المشكلة. يمكن نايم الكمبريس هذا مع البم. اه؟ يمكن نايم، ماخذ غطى شوي. رايك؟ نعم. نسقي قهوة؟ نعم. أتوقع أن الفلتر العطاس ذا. نعم. يوصل. يوصل. يعني ما صار له فترة طويلة يعني ما غيرته. وأمس الجمعة مبلدين يعني ما في مجال غيره. نعم. إن شاء الله اليوم، اليوم ما اليوم، إذا دشينا الرياض بنغيره من الرياض، ما دشينا بالرياض الرياض بنغيره من عمان إن شاء الله. ها شوفوا يخر الخزان. هلا منزل سقع مخروف. ايه. نجربه. يا رب. واحيانا نسوي ذي الحركه مره مرتين وتضبط، وان شاء الله انه يضبط. نقول بسم الله يا رب. بسم الله.
خلاص فرغنا، نجرب نشغل ونقول بسم الله. قول يا رب ان شاء الله ان تضبط الامور. بسم الله. وش رايكم؟ ضبط ان شاء الله. اذا ما نجح ولا نزلنا مره ثانيه سوينا العمليه هذه نفسها ان شاء الله ننزل. بسم الله. يلا 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 ها افا ماشي نفس الاشكالية. طبعا ما نجحت الخطة ولكننا بنمشي مع ان يعني ها بدايات الاخضر ان شاء الله ما يأثر. بنمشي 20 كيلو وبنجرب مرة نشوف شو الوضع في سيارة من هناك. ما شاء الله بسم الله. يا رب يا رب يا هلا ويا رحب. بنت شي كاميرا قدام البشارة. البشارة ضبط، ما مشينا 2 كيلو 1 كيلو الا ضبط الحمد لله. اللهم لك الحمد. تسجيل خروج من الطائف ولا انسى اوجه تحيه كبيره لاحبابنا واهلنا واخواننا في الطائف حقيقه ناسنا جاويد وناس الكرمة وبشكل عام المملكه كلها. والله يبيض الله وجهكم ما ندخل منطقه او مدينه او قريه الا تحصل من يعازرك ومن يحلف عليك وتفضل علينا وتحول صوبنا. بيض الله وجهكم بيض الله وجهكم يا اهل المملكه يا اهل المملكه. جزاكم الله خير وفي ميزان حسناتكم ما هو غريب عليكم يا اهل الفزعات المحزم المليان. بيض الله وجهكم. لا تشوفوا الخضار من بعد الطائف بعد من الاحتطاب او صدور قانون الاحتطاب. شوف السمر كيف وشوف هنا كيف ما شاء الله جميل كله صغار ها كله صغار تو ناظر ما ادري عاد هو مزروع ولا ناظر لحاله لكن فعليا القانون هذا يحافظ على البيئه. يا سلام الله. اشوف بعد 10 سنوات كيف تكون المنطقه هذه كيف تكون المنطقه هذه. ما هو على مد البصر ترى. يا سلام تكون غابات غابات من اشجار السمر. ها
هذا نتائج القوانين الجيدة. نفس الشيء على مد البصر. طبعا وقفت صاحبي طاح علي البوستر بوستر مال البريك. انا عبالي لا بروح يعاني في السفرات، ثار الجميع يعاني يا الربع. هذا صاحبي كل شوي ابو محمد كل شوي يطيح غلط، مره يطيح شو اسمه ذا وش يسموه الجناب ذا امس، ومره يطيح البوستر. الله يستر المره الثالثه شو يطيح. الحين بوقف اسوي فطور على بال ما يجي. عاد تواصل معي انا ما انتبهت لها غيره، ظهر انه وقف قدام خلف يعني، فبضبط ريوق على بال ما يجي ان شاء الله. الجو جميل مره يا سلام ما شاء الله، ما ادري شو اسوي والله، محتار شو اسوي فطار. الساعه تقريبا 9 صارت 9 ونص. والله يمكن بسوي فتوش، شو رايكم؟ ضبط فتوش. بسم الله ان شاء الله تكون الادوات موجوده. طبعا الفتوش يحتاج الى حمص فريش سكر، ولكن ما في معي فريش جد من موجود. ماشي امور الله. معنا مسكر ها؟ طالع مي؟ الهواء النار ما في. بعد ما حطينا الحمص على النار نحط الزبادي. تمام بسم الله. لا تطير غير هار. تمام حط ليمونة. تمام نصف تاني. فصين ثوم نقطعهم صغار.
الشامية هذه أهل الشام متخصصين فيها. شوية ملح خلط يا خلط، شوف الماء يكمل حمص خلط. الخطوة اللي بعدها تجيب لك رغيفين خبز تقصصهم صغار، بيطير. اتوقع ان الخبز بيطير يا رجل. زين نحط فيها زيت زيتون. زيت زيتون على الأساس. الخبز كنا كمية كبيرة. هذا طبعا ربط دولة. الحبيب ما وصل لك. طول ابو محمد يعلقه يعني، بس ما ادري يمكن البيب الهواء انقطع. شوف الطريقة هاي الضبطة. نقلب الحمص، نقلب الخبز على اساس يتحمص. تقريبا خلاص حمصنا. اوه وصل ذيبان، وصل ذيبان. هذا حطيته والله قام يطير. والله اوقف اوقف اوقف، وين وين هارب منه، وين وين وين. طبعا حط ال خبز المحمص في قاع المعون اللي المعون اللي بيتقدم فيه. على بالك يا حبيب القلب، خلنا نغطيه ذا. مشكلة. سلام ورحمة الله. سلامات. الله يسلمك. وش وضعك انت؟ ما اعرف. انت خاطب وترقد سامانك؟ نعم. ها؟ بطل اللحام من فوق. لا. ايوه قام السلندر طاح باللحام. بيطيح ولا حلال؟ غصبا عليه ما بشوره. الطرقات الحلوة. لا. الحمد لله على السلامة. وش سويت له؟ سكرته، سويت له تسكير البيب. ايه. وكوسه خليته في البيت. ورخيت على السفايف.
سفايف راخات رجعنا وحدين. بس الامور طيبه. أيوة. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والله هذا وين ظل يا رجال؟ برد برد. شوف الهواء كيف شويه وبيشلني انا. خلنا نقلب الخبز لا يحترق منه. ولك طفي ولك طفيها. ايوه هلا بدي اطعميك فتوش. بتعرف الا الفتوش؟ اعرفه. شو هو الفتوش؟ خبز وش؟ خبز وش؟ خبز مقطف؟ ايوه. وش معه؟ مع خضرة وهذه. والله قص يديني من هنا. ها؟ من هنا ابدك انت تعرف الفتوش. مع خضرة ها؟ ابو محمد. كنا يبقى له زيت شوية. ايتس اي. ايوه مسلم زين مسكرنا هذا كابيك يا بزت. بسم الله. بعد كنا نجيب الخلطه السوريه اللي سويناها الثلاجه. تخترع من راسها تقول لي خضره وما خضره. اشوف انا امس المطاعم تلفيراتي للخضره. هي نعم 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 فهمت عليك. استكمل السلطه. ايوه يا سلام عليك. ايوه هلا حط له زيت زيتون مو مشان شيء، مشان صحتك يا غالي. ايوه طبعاً المفروض زيت زيتون حامي أو سمن مع مكسرات، بس عاد ما متوفر طبعاً، موجود بالماجود. يلا خلصت. ايه خلصت. يلا قول بسم الله. تعال يا محمد تعال. يلا محمد قول بسم الله وعطنا رايك. يلا بسم الله. بسم الله اللهم بارك لنا ورزقتنا وهنا على النار. احفر لها من تحت هي وخبزها طلعها. بسم الله. يا سلام. كيف؟ لذيذة. ايه جامل جامل. ما جامل صراحة. والله؟ صراحة. أول مرة تاكلها؟ أيوه. بتشدني معك في السفرة الجاية؟ غلطتك براويك أكلات ما جاتك أكلات. حسن يلا بسفرة ثانية. حبيب. لا بالله شيء شيء يا رب. سلام. شيء
هذه ما ضبطت. طلعنا من البلد انت مرة. ايه هي سلكني. صدق. تستاهل الخير يا ابو محمد. هاي تبقى ذكرى ترى سبحان الله. ما تعلم الايام اللي ما اعرف فيما بعد ولا. خذ لك خذ لك من تحت احفر في اللي هو حم الحمص ماله هي خالته خالته ما جاز لنا يربع ما جاز لنا لا احد يجرب لا احد يجرب لك له ما لذيذه ابدا ابو محمد الأكلة ما لذيذة هذه. ليش؟ خاصة لا يلحقوا هذا الصينية. ولك صحة. يا رجال خلي. لا لا لا. علي علي شعري قريب بعدين. بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا محمد.